السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله دائما تكونوا بألف خير. معكم اخوكم احمد، رجعت لكم اليوم مقطع اسطوري جديد. اليوم شباب راح يكون عندنا مقطع حل مشكله عدم تشغيل الالعاب، الرسائل المزعجه اللي بتظهر لك لما تيجي تشغل لعبه، لما تثبت لعبه مثلا، لما لساتك مفرمت الجهاز تيجي تثبت عليه العاب تظهر لك بعض الرسائل اللي بتشوفونها في الشاشه هون. يا شباب رسائل جدا مزعجه للامانه، ما راح تخلي لك اي لعبه تشتغل، حتى بعض البرامج ما بتشتغل، زي بعض برامج التصوير وبعض برامج المونتاج ما تبي تشتغل، تقول لك في مشكله لملفات الدي ال ال ولا الملف الفلان هذا ناقص. اليوم ان شاء الله راح نحل المشكله هاي وبخطوات بسيطه جدا. فقبل ما نبدا يا شباب لا تنسوا تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات وتحطوا كل الاشعارات عشان ان شاء الله توصلكم مقاطعي الجديده. هذا راح يكون اول مقطع في القناه يا شباب بعد الرجوع للمحتوى الاول في القناه. طبعا المحتوى هذا كان اصلا المحتوى الاصلي في القناه هذه. بالنسبه لمحتوى الالعاب والجيم بلاي فقناتي الثانيه موجوده في الاسفل، روحوا على القناه الثانيه يا شباب. اوكي شباب راح اوريكم مثال بسيط، مثلا هذه لعبه بيس 2021، انا لسه مفرمت جهازي، ندخل عليها ما راح تشتغل، راح تقول لك انه ناقصك الملفات هاي ورسائل، الرسائل زي هذه اللي بتظهر لك في اي برنامج او اي لعبه مزعجه للامانه. الحل جدا بسيط، هو راح تحمل برنامج صغير بسيط جدا، نروح على الرابط اللي راح تلاقونه في الاسفل اسفل الفيديو. اوكي شباب نضغط على نيكست، نيكست مره ثانيه هون، نستنى بعض الثواني. اوكي نتخطى الرابط مره ثانيه. اوكي هسه خلصت الثواني، جنريت لينك والحصول على الرابط، نجتاز الكود هذا. اوكي شباب رحنا على الصفحه هذه، صفحه التحميل، حجم البرنامج 337 ميجا بايت. اوكي بدء التحميل، هسه نبدا نحمل البرنامج، نضغط ستارت داونلود ويبدا معانا التحميل. زي ما قلت لكم البرنامج حجمه 337 ميجا بايت، يحل لك كل المشاكل، اي مشكله عندك مع الالعاب ما بتشتغل، البرامج كمان في مشاكل مع البرامج، هذا هو حلها النهائي والبسيط. نستخرج الملف بالشكل هذا يا شباب، ايوه هي يستخرج معانا الملف، نحاول نضغط عليه تشغيل كمسؤول بالشكل هذا ونستنى لما يفتح. اوكي شباب فتحت معانا الصفحه بهذا الشكل، هون يقول لك كل البرامج اللي راح يثبتها البرنامج، كل هاي البرامج يا شباب راح يتم تثبيتها، انت لو بدك تشيل برنامج منهم شيله، انا ما بشيل اي شيء صراحه، بخليه يثبت لي كل شيء، الدايركت اكس، الجافا، الفيجوال من 2005 ل 2013 2015 كمان 2017 كل الاصدارات موجوده، فراح اعطيه انستول بالشكل هذا وراح اخليه يثبت كل البرامج هذه ويحل كل المشاكل. ويعني لو شفت ثبت لك برنامج انت ما بدك اياه تقدر يعني تدخل على الكنترول بانل وتروح على الانستول بروجرام وتشيله من هون اي برنامج ما بدك اياه، بس صراحه انا ما بشيل اي شيء، اشيل بس الادوب فلاش بلاير هذا هو اللي بشيل وبخلي كل البرامج، عشان هذا البرنامج ما له اي فائده فبشيله وبخلي كل البرامج هاي اللي يثبتها البرنامج. لما يخلص البرنامج تثبيت راح تروح الخانه هذه لحالها، انت بس خليه يثبت لحاله ما تسوي اي شيء، خليه حتى يخلص. اوكي شباب هسه راحت الايقونه، راح ندخل هسه على اللعبه اللي شغلناها من دحين وما اشتغلت معنا، بيس 2021، راح ندخل عليها بالشكل هذا يا شباب وراح تشوف وتلاقي انه اللعبه صارت شغاله. انا راح اشغلها وراح اطلع مباشره عشان ما بدي ادخل على اللعبه. ايوه شباب هيا زي ما شفتم اللعبه شغاله بدون اي مشاكل. اوكي راح تفتح معانا اللعبه، نخليها تفتح يعني ما في مشكله. اشوف اوكي نقول له الو اكسس السماح. اوكي هيا اللعبه شغاله يا شباب، انا ما بدي اشغلها. اوكي زي ما قلت لكم يا شباب اي لعبه اي برنامج واجهت معه مشاكل فالبرنامج هذا بيحل كل المشاكل هذه بدون ما تحتاج اي اعدادات او اي شيء، حمل بس البرنامج شغله وثبته ومبروك عليك انحلت معك المشكله. لو عندكم اي استفسار او اي سؤال لا تنسوا تحطوا لي في نافذه التعليقات يا شباب، وان شاء الله راح اجاوب على كل اسئلتكم. واذا استفدتم من المقطع لا تنسوا اللايك يا شباب، اللايك بيشجع المقطع وبيخلي المقطع يظهر لاكبر عدد من الناس. زي ما قلت لكم القناه هذه خلص صارت للشروحات، بالنسبه لي فيديوهات الجيم بلاي راح تلاقوها في القناه الثانيه اللي راح تلاقوا رابطها اسفل الفيديو. وخلاص يا شباب كان هذا هو مقطعنا لليوم، اتمنى انه يكون عجبكم المقطع، اراكم ان شاء الله في فيديو قادم، سلام عليكم.